القدر جمعني بكم من جديد أيها البشر، مغامراتكم أتت بكم إلى سطحي، لستم الأوائل، لا، أتعرفون عن السندباد شيئاً؟ لعلي أخبركم إحدى حكاياتي. كان يوماً هادئاً لدرجة أن الماء كان منظره كمرآة تعكس صفاء السماء. وقف السندباد في مؤخرة السفينة بجانب طاولته المملوءة بلفافات الخرائط، يتأمل جمال المنظر، ثم أمسك بإحدى اللفافات وطرح الخريطة أمامه على الطاولة للتخطيط لرحلتهم المقبلة. ولكن اتسعت عيناه عندما أدرك أنهم وصلوا إلى حافة الخريطة. نادى عمه الذي كان يطعم بعض النسور رغيفا من الخبز، فقام عمه بلف ما تبقى من الخبز بقطعة قماش ووضعها في جيبه، ثم توجه نحو السندباد وقال: ما بك يا سندباد؟ هل كل شيء على ما يرام يا ولدي؟ وفقا لهذه الخريطة أعتقد بأننا وصلنا إلى حافة الأرض. قد نضطر للعودة الآن. هذا ليس معقولا، دعك من الخريطة، الأفق أمامنا، يمكننا الذهاب إلى أي مكان. أفترض أنك على حق، لكن لا يمكننا الإبحار بهذه الطريقة. لو كان... اصطدمت السفينة بجدار عال وارتبك جميع من عليها عندما أدركوا أن السماء ليست سوى جدار أزرق عملاق. رفع السندباد عمه من على الأرض ثم ركض إلى حافة السفينة التي ارتطمت بالسماء. كنت على حق، وصلنا إلى حافة الأرض. مد السندباد ذراعه ووضع يده ببطء على سطح جدار السماء، وتفاجأ أن السماء ملمسها خشبي، ثم لاحظ أن هناك صدعا فيها. نظر من خلال هذا الصدع ثم التفت إلى طاقمه المرتبك وقال: يجب أن نكتشف ما وراء هذه السماء. ماذا تقصد وراء السماء؟ هل أنا ميت؟ لم أفكر قط أني سأصل إلى بوابة الجنة بهذه الطريقة. بوابة؟ عمي أنت عبقري، قد تكون هذه بوابة عملاقة. هيا يا رجال، فلنفتح هذه البوابة على مصراعيها. رحب الطاقم جميعا بالفكرة وسارعوا إلى لمس السماء. وضعوا أيديهم على سطح البوابة وانتظروا إشارة من السندباد لدفع البوابة دفعة واحدة سويا. حسنا، هل أنتم جاهزون؟ ادفعوا السماء، هيا! بدأت المياه تتدفق عندما دفعوا البوابة وسحبتهم بالسفينة نحو شلال ضخم. سقطت السفينة من الشلال وتحطمت في قاعه. كان قاع الشلال عبارة عن بركة صغيرة محاطة بالرمال البيضاء. وعندما صعد عم السندباد إلى السطح أخذ يصرخ مناديا: السندباد، سندباد، سندباد، أين أنت؟ أنا أقف هنا يا عمي، أعتقد أننا سقطنا في صحراء واسعة، يجب أن نجد طريقا للعودة. انظر، السماء تغلق أبوابها. لم يكن بوسعهم أن يفعلوا شيئاً، فهذه البوابة عالية للغاية ولا سبيل لأن يتسلقوها، فأخذوا بالبحث في الصحراء عن واحة أو أي شخص يساعدهم حتى نزفت أقدامهم
وأصيبوا بالجفاف من شدة العطش. انظر يا بني، إنها مزرعة، أستطيع أن أرى أشجار الليمون المنعش من هنا. إنها سراب من صنع مخيلتك. حقا يبدو حقيقيا للغاية، سألقي نظرة على أي حال. لا، سوف تضيع يا عمي. ألسنا ضائعين الآن؟ قطان، انظر، إنها مجموعة من الإبل الزرقاء. لا، لا تفقد رشدك أنت الآخر، لا وجود لجمل أزرق، أنت أيضا. بدا سندباد مذهولا عندما استدار إلى البحار ورأى مجموعة إبل زرقاء تعبر كثبانا من الرمل، فركضوا على الفور نحوها ووجدوا أن هناك خيمة في أسفل هذا الكثبان الرملي. لحق الطاقم بسندباد إلى أسفل التل، ثم توجه السندباد نحو امرأة مسنة ذات شعر طويل تشرب الشاي أمام الخيمة. مرحبا، لقد تهنا في هذه الصحراء لأيام قبل أن نجد أحد، هل يمكنك مساعدتنا؟ نحن نشعر بالظمأ والإرهاق الشديدين. ابقى بعيدا عني، لا أريد أي متسولين بالقرب من خيمتي. نحن لسنا متسولين، لقد سقطنا في هذه الصحراء قبل أيام من بوابة السماء. البوابات مقفلة منذ عقود، لا يمكن لأحد الدخول من دون المفتاح، هل هو معك؟ لا، كنا نبحر بالقرب من البوابة واصطدمت سفينتنا بها. عظيم، يمكن فتح البوابة بمفتاح مصنوع من خشب الصندل، وهذا النوع من الأشجار لا ينمو هنا في أي مكان، لكن يجب أن أقص شعري لأتمكن من فتح البوابة، ولن أخاطر بذلك بدون ضمانة منكم. ما علاقة شعرك بالبوابة؟ الطريقة الوحيدة للوصول إلى ثقب المفتاح هي الطيران إليه بمكنسة سحرية، تعمل فقط إذا قمت بلف شعري المقصوص حولها. وما نوع الضمانة التي تبحثين عنها؟ انظر إلي، أنا ساحرة عجوز، مما يعني أنه ليس ممكناً إعادة نمو شعري إذا قصيته ولم يعمل المفتاح. سأرافقكم فقط إذا أعطيتني سنوات شبابك. ماذا تقولين؟ كيف لي أن أعطيك سنوات من عمري؟ لدي ساعة رملية تعكس سنواتي السابقة وتجعلك أكبر سناً. لن نرشدك إلى خشب سفينتنا من دون أن تضمني لنا أن نبحر بأمان بعيداً عن هذه الصحراء الغريبة. حسناً، أعدكم بتحويل المفتاح إلى سفينة بمجرد خروجنا. إذن ما رأيك يا فتى؟ وافق السندباد على شروط الساحرة، فأخرجت مكنستها من الخيمة وسمحت للبحارة بالصعود على ظهر الإبل الزرقاء كي يعودوا بها إلى بوابة السماء، وأطعمتهم بعض التمور ولبن الإبل كي يقووا على الرحلة. أما السندباد فناولته ساعة رمل عتيقة لتأخذ بها سنوات شبابه. اقلب الساعة مرة واحدة كل يوم كي يأخذ السحر مفعوله. في اليوم الأول قلب سندباد الساعة الرملية ولم يشعر بفرق كبير بين سن 30 و40، إنما الساحرة استمتعت بليونة ركبها وشعرها الذي طال بنعومة وسرعة. أخشى أن أبلغ 60 عاماً، ألا يمكننا الوصول إلى البوابة في غضون يومين؟ ما العيب في أن تبلغ 60 سنة؟ أنا دليل حي على أن العمر مجرد رقم. لكن النمو 10 سنوات في يوم واحد كان مختلفاً، فقد كان له أثر مباشر على صحة سندباد.
بدا منهكا وضعيفا في اليوم الثالث، وكان ظهره يؤلمه لدرجة أنه لم يستطع الحركة، بينما كانت الساحرة تجري وتقفز نحو البوابة بحماس. أين هذه السفينة التي تتحدث عنها؟ لا أعلم، أنا لا أراها، يبدو أني بدأت أفقد بصري وليس قوتي فحسب. ما بك؟ إنها لم تعد سفينة بعد أن تحطمت، انظري إنها مجرد ألواح متناثرة من الخشب على الأرض. هيا هيا قوموا بتجميعها إذن بينما أقص شعري. جمع البحارة القطع الخشبية وأخذت الساحرة مقصا من جيبها، أمسكت بشعرها الذي وصل إلى ركبتيها خلال هذه الأيام الثلاثة، وقصت منه جدائل طويلة ولفت بها مكنستها فتحولت إلى مكنسة طائرة. لقد أنهينا العمل في الخشب من أجلك يا حسناء الساحرات. ابتسمت الساحرة في وجه عم السندباد، ثم ألقت تعويذة على خشب السفينة فحولته بأكمله إلى مفتاح يتسع بكف يدها. سوف أصعد بالمكنسة لأحاول أن أفتح البوابة بهذا المفتاح، وإن نجحت في ذلك سوف تصعد بكم المياه إلى الأعلى، وبعدها أرجع لكم سفينتكم وشبابك يا سندباد. لم أسمعها، ماذا قالت يا عمي؟ أخشى إن لم يعمل المفتاح سوف أموت خلال أيام بفعل هذه التعويذة. لا تقلق يا حاج، انظر لقد وصلت إلى بوابة السماء بسرعة. وضعت الساحرة المفتاح في الباب وحبست أنفاسها وهي تدير المفتاح، ثم تنفست الصعداء عندما نجحت بفتح البوابة. بدأت المياه تتدفق مثل شلال عندما فتحت البوابة. فرجت، لن أهدر شبابي، من الآن فصاعدا أستغل كل يوم بأكمله، سوف أركض. أخذت المياه ترتفع بينما ساعد البحارة سندباد العجوز وعمه على السباحة خارج البوابة نحو المحيط. كانت الساحرة تنتظرهم على مكنستها وألقت المفتاح فورا في الماء، وظهرت السفينة من الماء بكل مجدها بشكل ساحر. لم أشعر بهذا القدر من السعادة لرؤية تلك السفينة. كنت أعرف أن سفينة القديمة الغالية لا يمكن أن تخيب آمالنا. حان الوقت لاستعادة شبابك، على الرغم من أني سأفتقد لأن أكون بهذه الحيوية والجمال. ماذا لو أعدت إليك 15 عاماً فقط؟ لقد عشت أيام شبابك وأود أن أفعل الشيء نفسه من فضلك. بالإضافة إلى أنك كنت تبدين جميلة عندما كنت أكبر سنا. أنت محق، فقد اكسر الساعة الرملية لكسر التعويذة يا سندباد. كسر سندباد التعويذة بتحطيم الساعة الرملية على الأرض. بدأت سنوات شبابه بالعودة بسرعة، مد ذراعيه القويتين ووقف بشكل مستقيم، لكنه توقف عن التباهي عندما استدار ورأى أن الساحرة أصبحت عجوزاً مجدداً. شكراً لك سيدتي، لقد كانت مغامرة عجيبة. عادت هذه الطاقة الشبابية الحيوية لروحي، وسأستغل حريتي لاكتشاف هذا العالم الجديد من حولي. ودعتهم الساحرة بلطف، وتعلم الطاقم ألا يطرق باب السماء مرة أخرى،
أنت لديك روح شاب يا عمي، لا تحتاج إلى أي مقايضة. أنا لن أستخف بعزيمتك القوية مرة أخرى. ولا تنسى حكمتي أيضا. لست متأكدا أنه من الحكمة أن تغازل الساحرة. أخذ الاثنان بالمزاح والضحك، واستمتع السندباد برفقة عمه وأصحابه، وتناولوا وليمة شهية تركتها لهم الساحرة في السفينة الجديدة.